تستقبل جامعة فيكتوريا كل عام أكثر من 2800 طالب أجنبي من 80 دولة. رحلات عديدة إلى المطار، وهي مهمة يأخذها على عاتقه فيكتوريا انترناشونال. وهذه فقط بداية الحكاية. منذ يوم وصولك وحتى يوم رحيلك يوجد دعم متواصل وعلى المدى البعيد من قبل فيكتوريا انترناشونال. ما نوع التأمين الذي أحتاجه؟ من يساعد في مجال اللغة؟ باستطاعة استشاريون مختصون مساعدتك على الإجابة وأكثر من ذلك. سيمكنك الاستفادة من كل الخدمات الأساسية لحياة الطلبة، من الخدمات الصحية والاستشارات لذوي الإعاقة لإبقائك صحيح العقل والبدن، والمشورة المالية والبحث عن عمل للطلاب، بالإضافة لاتحاد طلبة فعال لديه أكثر من 100 نادي.